أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في دروس التقنية التفاعلية ودروس تعليمية المحاسبة. الجزئية الثالثة هي تعزيز خارج الشريحة. نقوم بكتابة 3 شرائح، إحداها تحتوي على السؤال والبدائل، وشريحة أخرى تحتوي على تعزيز الإجابة الصحيحة، وشريحة أخرى تحتوي على تعزيز الإجابة الخاطئة. الآن في حالة تعزيز الشريحة أو خارج الشريحة، عند اختيار الزر رقم 5 سيكون هناك إجراء، سيكون هناك إجراء الذهاب إلى شريحة التعزيز المناسبة. في حالة كانت الإجابة صحيحة، نذهب إلى قائمة إدراج بعد اختيار الإجابة الصحيحة وهي 5، ونقوم بإضافة إجراء. الإجراء هو الانتقال إلى رقم الشريحة التي تحتوي الإجابة الصحيحة، وهي الشريحة رقم 15. نختار شريحة رقم 15 التي تحتوي الإجابة الصحيحة، ومن ثم نقوم بوضع موافق. ومن ثم نعيد تنسيق النص عن طريق إزالة الرابط، مرة أخرى، إدراج، إجراء، ضبط تشعبي، شريحة رقم، خلال شريحة 3 نقط، واختار الشريحة 15 والتي تحمل إجابة صحيحة، ومن ثم موافق، ومن ثم موافق مرة أخرى. أما بخصوص زر الإجابة الخاطئة 4، مرة أخرى إدراج، إجراء، ويتم اختيار الشريحة رقم 16، موافق، شريحة 6 نفس الشيء، إجراء، ثم ارتباط تشعبي، شريحة، وأختار 16، موافق، الآن الإجابة الصحيحة يجب إضافة إجراء على الإجابة الصحيحة ذاتها، بحيث عند الانتهاء من الشريحة يتم ارتباطه بالشريحة الأخيرة المعروضة، وهي شريحة السؤال، حتى يعود المتعلم إلى المكان الذي كان موجود فيه. نفس الشيء بالنسبة للإجابة الغير صحيحة، يجب أن يكون هناك إجراء ارتباط تشعبي بالشريحة الأخيرة المعروضة، حتى يعود إلى المكان الموجود كان فيه المتعلم سابقا. نقوم بعرض نهائي، نضع 5، هناك مشكلة في عدم عرض الإجابة الصحيحة، نختار 4 مثلا، نفس المشكلة في عرض الإجابة، سنقوم باستيضاح الأمر، وهو التشغيل. الحركة كان يجب أن يكون عند النقر، فيجب أن يكون التشغيل تلقائيا وليست عند النقر مع السابق مثلا. أيضا الإجابة غير صحيحة أو صحيحة، تشغيل مع السابق، نعيد التجريب مرة أخرى. 5، الإجابة صحيحة ظهرت، لأن الخيار في حالة إضافة حركة سيكون عند النقر. أما الآن النقر سيعيدنا إلى السؤال، 4،
نلاحظ الآن ظهور إجابة غير صحيحة. النقر مرة أخرى سيعيدنا إلى السؤال. يبدو أن هناك تكرار في الحركة أو ترجيع. نعيد خيارات التأثير، توقيت، ترجيع، تأثير، سواء مع السابق، ترجيع، حركة النص، موافق، إجابة غير صحيحة. نعيد التشغيل مرة أخرى. أربعة، ظهرت الإجابة غير صحيحة. اختفاءها يشير إلى أن هناك شيء في الحركة الموجودة، وهي الإخفاء بعد إظهار الحركة. الإخفاء بعد إظهار الحركة نضعها إخفاء عند النقرة التالية بالماوس. نعيد الكرة مرة أخرى. أربعة، الإجابة غير صحيحة. بقيت ضغط ستة، الإجابة غير صحيحة. بقيت خمسة، الإجابة صحيحة. هكذا نكون قد أنجزنا تعزيز خارج الشريحة، مكونة من 3 شرائح: شريحة السؤال، شريحة الإجابة الصحيحة، شريحة الإجابة غير الصحيحة. يتم الانتقال عن طريق إضافة إجراء إلى الشريحة المراد الوصول إليها، الانتقال إلى الشريحة المراد الوصول إليها، وهي شريحة رقم 15 والتي تحمل الإجابة الصحيحة، وهنا الشريحة رقم 16 والتي تحمل الإجابة غير صحيحة. ولا ننسى إضافة حركة إلى شاشة التعزيز ووضع إجراء إلى الشريحة الأخيرة المعروضة من خلال نص الإجابة صحيحة أو الإجابة غير صحيحة. تحياتي وإلى اللقاء في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.